يا رب يكون كلامي يعني صادق، إن عشت أنا البلد هذه وين ما تتحركين الناس تحب الخير، ما حد في الدنيا يقدر يغلب صاحب أخلاق. من هذا الصندوق الصغير خلينا نقول الحين إحنا في مدرسة اسمها مدرسة الرؤية. نعم. إيش كثر يعني لك إنه حلم بسيط خلينا نقول وايد صغير بلش بالعشرينات مع أطفال ومع نساء؟ لا أنا ما كنت بالعشرينات. لا كان عمري يعني نهاية العشرينات على بداية الثلاثينات. إيه صغيرة يعني للحين صغيرة أو للحين صغيرة. بهذا العمر الحين ما شاء الله تبارك الرحمن الفكرة وايد أكبر بمساعدة سيدات كويتيات. وعوائل. نعم. شون كانت هذه الرحلة؟ شون توصفين هذه الرحلة؟ أعطيني إياه عشان أنا تي بالنسبة لكم هذا أنتوا يعني عادي صندوق، بس بالنسبة لي أنا مشروع عمري. أنا ترى وايد معجبة فيك. وايد معجبة بالشخصية، وقلت لك من قبل تشابهين يدتي الله يرحمها. فلما أشوفك أحس بهذه الراحة النفسية، يعني أعتقد إذا أنا كانت عندي الفرصة أن أكون جزء من الفريق حتى إذا شيء وايد صغير، يكفي أن قاعد أشتغل معك وأنت عندك هذه الطاقة الإيجابية أن تبين تسوين شيء وايد حلو وتبين تعلمين الإنسان. شوفي الإنسان بطبيعته، الكلام اللي أنت تقولينه بطبيعته هو، بس إحنا نخلي الإنسان على طبيعته. هو اللي يصير إن إحنا الولد ينولد والبنت ينولد ينولدون بهالطبيعة اللي أنت تقولين عنها. بس إلا ما يصير في عنده التشوهات هذه التربوية، سواء من الأم أو الأب أو الإعلام أو المعلم، أو هاي هي اللي تشوه الفطرة. أنا سألتك قبل شوي سؤال بس طرع على بالي سؤال، أنت قاعد تكلمين عن القدوة، شون توصفين علاقتك بالوالد الله يرحمه؟ شنو يمثل؟ شنو القيم اللي كان يعلمك عليها عشان كذي اليوم أنت بهذه الشخصية؟ شوفي والدي أول شيء علمني كيف أفكر، وهذه أنا بفضل الله قلت لي إياها، وأنا علمني مو بالكلام، أبوي مو رجل كلام، رجل أفعال. تتعلمين دائما الأشياء اللي كنت، أول شيء كان بيني وبينه جلسات طويلة حوارية، فكان حتى في كتبي وفي تأليفي إلى آخره الطريقة اللي أفكر فيها هو علمنيها. شنو قصة المدرسة؟ إحنا من أهدافنا التعليم، إحنا قلنا الإنسان يحتاج تعليم، والتعليم يحتاج مدرسة، والمدرسة تحتاج فلوس، فهاي الفكرة. فكان هذا صندوق، بعدين سوينا 3 مدارس خارج الكويت، بعدين جاء الحين وقت إن إحنا نسوي مدرسة في الكويت. فصارت مدرسة في الكويت من عمل الفريقي من الأهل وأصحاب، فريق جميل. يعني أنا ودي أقول إن أنت الحين قاعد تقولي لي أنت ترى أنا رمز لفريق كويتي من النساء، والله بارك فيه. لما تعرفين صرنا مخرجين فضل الله عبر 28 سنة قرابة 1500 خريج، منهم تقريبا 50% أطباء مهندسين، 280 طبيب، و 420 مهندس، غير أساتذة الجامعة، غير البروفيسور في الذرة النووية في ناسا، غير المخترعين براءة اختراعات، بغير الشباب التجار اللي كل واحد بالعشرين والثلاثينات الآن أصبحوا عندهم سلسلة مطاعم وسلسلة محلات تشوفينهم تعرفينهم؟ عيالي. عيالك ويت عيالنا. شنو السر اسم مدرسة الرؤية؟ ليش اسمها الرؤية؟ يا سلام عليك يا عليا. الرؤية هو يعني رؤية لرؤية فضل الله أنا كتبتها. فضل الله من علي رب العالمين في منهج تربوي. منهج تربوي أخلاقي. إحنا كل اللي تعلمنا أن الحب حرام، صح؟ هو الحب الحرام هالكبرى، بس الحب كبير. أحب ربي، أحب نبيي، أحب وطني، أحب ولي أمري، أحب أمي وأبوي، زوجي، عيالي، ولدي، جيراني. منو حط منهج مدرسة الرؤية؟ التربوي كله. أبي دورك وين في هذا المنهج؟ مدرسة الرؤية هي 3 أقسام، في القسم الأكاديمي، وإحنا حريصين إن تكون أكاديمية بإذن الله فضل الله أولا وأخيرا، تكون أكاديمية مدرسة الرؤية أكاديمية عالية. إحنا حريصين إن الولد يطلع على مستوى أكاديمي عالي ويكون قوي في اللغة العربية
مهم جدا يكون في اللغة العربية مع اللغة الإنجليزية، ولكن اللغة الأم عند اللغة العربية. موظفة قاعدة أقول لها دزيلي الرسالة اللي تحبين أدزها، عمل شغل. قالت لي راح أدزها لك وفروديها لي. قاعدة أقول أنا إيش معنى تفروديها لي؟ طب أنا ما أدري إن وصلت لدرجة إن فورورد تصير فروديها لي، يعني لازم نغير المعجم العربي عشان نحط إن من فورورد فروديها لي. أول مرة أسمعها. الشيء الثاني الشخصية، شخصي يكون عنده شخصية قوية. الشيء يعني الثالث يحتاج إني أنا يكون عنده الحد الأدنى من الأصول في ديني اللي هي التوسط في الدين كما ربينا عليه. شنو شعورك اللي الحين تحسينه وانت قاعد تسولفين عن هذه المسيرة الطويلة بمساعدة سيدات كويتيات وعوائل كريمة من الكويت وهذا النجاح اللي وصلتوا له اليوم؟ ما عندي شيء أقول إلا أن أحمد ربي، يعني حمد على قدر كرمه على قدر طاقتي أحمده، يعني ما عندي غير أقول الحمد لله رب العالمين. الإنسان الغني هو اللي يحاول يشكر النعم، فإذا أنت شكر نعم الله، شكرتي نعم الله عليك، أنت أغنى واحدة في العالم. لقاء جميل. لقاء جميل. وأنا متأكدة أن إن شاء الله التقرير لما ينعرض الناس راح تحبه، وانت بالمرتبة الأولى وايد راح يعجبك. الله يرضى عنكم، أنا ما أبي شيء، أبي الله سبحانه وتعالى يرضى عنا جميعا ويقدرنا ان احنا نسوي اللي علينا من غير تقصير. يا رب ان شاء الله، ان شاء الله ما يكون اخر لقاء. ودي ابوسك مره ثانيه بس ما راح اخرب هالمره الحجاب.